اوكي سو حلقه جديده من اون اير بودكاست معه على اي تيونز سبوتيفاي ام تي في بلاتفورمز ويوتيوب مسجله ورجعت وبعدني حادد على وضع البلد ومعي ضيف مميز كثير اليوم. تسلم يا حبيبي. المرشح السابق مع انه ما بحب لانه انا مرشح اكون كوزير هلا بتعرف فيك تعمل شغل احسن من هيك على بالحكومه. زياده بشاكر مهندس صناعي وبيئي ومهندس بيئي كمان. ومهندس بيئي عندك براءة اختراع لتحول مواد بلاستيكية ل sustainable substance لحتى تعمل منهم كتير قصص. وشفناك شو عملت، عملت ريجارات لما نسلوا ريجارات الحديد، سكرت بكتير محلات وبعدنا عم نسكر هلا. ما نطرت حدا، ما نطرت وما نزلت نقيت وما قلت وينية الدولة. You did the solution. This is what I really appreciate about this. Thank you. عملت الحل. You suggested ساعدوك كم بلدية، عملت هذا الشيء وفرجيت انه yes we can. وعملت كمان vertical irrigation اللي هي الزراعة الأفقية تساعد العمودية أفقية سري لحتى تساعد المزارعين إذا كان بيزرع 10 شتلات صار عنده 50 شتلة بندورة. وبنفس الوقت حيال حدا على البلكين أو على الأسطح بس زياد أبي شاكر، أنت تعلمت بأمريكا بجامعة روكرز بنيو جيرسي. نيو جيرسي ليك جبت لك دكتور بيبر. ما بعرف انا ايامي كنت دائما دكتور بيبر ماونتن دو للدرس ولا هيك، بما انه هودي منهم مش موجودين بلبنان سو فينا نشربهم. بس اللي حابب كمان تسبونسر بس بحيالها اذا دكتور بيبر بحس الدكتور. طيب زياد خليني اسالك اول شيء عن تجربتك. انت نزلت بيروت الثانية، بيروت الأولى سوري، مع منطقة أشرفية بولا بليسة بولا وتحالف وطني. اوكي جبت فوق 3000 صوت. 3142 but that's very good. It is actually. كيف كانت تجربتك؟ كانت حلوة actually. يعني أنا حدا جاي من القطاع الخاص، كانت هاي أول مرة عندي هالخبرة إنك تفوت بقطاع عام وتحتك بالناس بهالقد قريب. يعني أنا بعترف لك بشي كمان إنه أنا ماني كتير سوشيال جاي. هو اللي بسألك إيه، يعني أنا ما يعني لقيتها كتير غريبة أول مرة. بتعرف طبعنا فلايرز ونزلنا على الشارع، يعني كتير غريبة مثلا هيك تجي على مثلا هيك اثنين صبيتين عم بيتعشوا ببدار ومثلا تجي تعطيهم فلاير. مرحبا انا زياد ابي شاكر، انا مرشح على الانتخابات، هيدا الفلاير تبعي. بس ليك اينو احسن استراتيجي لقيتها؟ الدور تو دور. ليك مشكلة بيروت بالدور تو دور انه طوابق والكهرباء والهيدي ما اختلفنا، بس في كتير ناس عايشين ببيروت ما بينتخبوا ببيروت. ايه وفي كتير ناس بينتخبوا ببيروت هن ما لهم عايشين ببيروت. لقيت بالدور تو دور انه من 10 فيزيتس 9 طلعوا ما بينتخبوا ببيروت. بالاشرفيه؟ بالاشرفيه بالمدور ب مين عم ياكل الاشرفيه وبكذا. ليك اتس ناتشرال، الناس بتتحرك دائما، يعني populations move تفهم. ما مش دايما. بعدين وصل فترة كانت الأشرفية كان في كتير عجقة. مزبوط. كان في كتير عجقة، ووصل فترة كمان صار فيها شوية gentrification، يعني غليت كل شيء، غلي لدرجة انه يعني تنقول كان في مبنى قديم وأجاره قديم، اجوا ناس مستثمرين على صاحب البناية بيعطوه إناف مصاري إنه يطلع كل اللي موجودين هنيك، يدفع لهم تعويضات ليفلوا وبيهبطوا البناية وبيعمروا سنتر. هيدي صارت كتير بالأشرفية هيدي القصص. مزبوط. سو هيدا دفش الناس برات برات هيدي المنطقة. بس عندك تحت يعني صوب المدور، صوب الرمال وكذا، بعدها محافظة شوية على السكان الأصليين إذا بدك تسميهم نيتفز. لأنه ما كتير صار فيها تطوير عقاري إذا بدك. طب أنت درست بأمريكا، رجعت لهون؟ ايه. اي سنة؟ انا رجعت بال96. اوكي سو بال96 كان بعده بلش قلع اعادة اعمار بيروت. ايه وفورة كتير. سو انت جيلك ما كان فيني اشتغل بالويست على فكرة بال96. ما كان ببيروت. ايه. وجبل لبنان لانه كان في سوكلين. ايه. كان عندهم مونوبولي على أكيد. بيروت وهي مشكلة لبنان. كل لبنان بالمونوبولي. اكزاكتلي. سو
طيب انت بوقتك كان عندك هذا المشروع براسك من وقتها؟ انا جاي بدي حل مشكله زباله ضايعه تخيي مثلا تنقول آه. عرفت أوكي. يعني انه حتى بمطرح ما انا يعني اهل بي من عجلتون حتى بعجلتون ما كان فيني اعمل ويست مانجمنت. بس انا رحت لعندك على المعمل ولقيت انه اتس فيري فيزبل يعني او يا اوف كورس اتس فيزبل انت عندك الباتنت بس لتعمل هيدي الطريقه لتطلع المواد. عندي كذا باتنت انا عندك كذا باتنت الخطه انت بتسجل لما تسجل براءه اختراع بتسجلها بامريكا وبالعالم؟ لا 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 بس كتير غالي صار كتير غالي قد ايه يعني. عم سجل بلبنان بس هلا وحتى بلبنان وقفت قررت وقف سجل. ليه؟ لانه يا اخي بس اذا عم تسجل بامريكا فارطة لأنه اليوم بتروح بتبرتي الحياة الله واحد من هؤلاء الموظفين بيصور لك الخرائط وبيصور لك كل شيء. صارت معنا كذا مرة يعني بيقدروا يسرقوها. ليك إيلون ماسك إيلون ماسك صار يقول إنه they stopped patenting هني تصور بيقول لك ليه it's just for legal matters إيه بس بيقول لك eventually the Chinese will steal it and then you can't do anything with the Chinese. مزبوط حق. بس الديبند هذاك عم يعمل روكيت ساينس كمان ايه كمان ايه فولو هلا إيه. انا بالنسبه لي ان شاء الله اخيه يخدموا ما عندي مشكله انا والله يعني اذا بكون شغلي عم بيساهم انه اولاد بالشمال يتقلدوا مكنه تحل مشكله كيس النايلون صحتين على 100 قلب. انا كثير بعلم ناس كثير بعلم شباب وصبايا إيه. بيجوا لعندي وبعلمهم شو بدهم يعملوا يعني. الشليمونات اكزاكتلي اللي هي مثل كيس النايلون إيه. اوكي هلا نحن بس الامريكان براندز بيستعملوا شريمونات كرتون بس انا دائما بحاول اقول للدليفري او كذا انه ما تبعت شريمونات اذا ما طلبت او خليها ما تبعت لي شوكه وملعقه او حطيهم بكيس كمان في بعد عندهم وعي صاروا بحطوا انه هلا الحلو صاروا غاليين وصاروا غاليين صار له مصلحه exactly. ويوفر إيه. بس انه كيف فينا نخلص من الويست تبع البلاستيك اللي عنا إيه عندك طريقة أنت إيه بس ليك بس هي مش بس بالطريقة كمان حل ما تنسى الطريقة مكلفة كمان الطريقة بتتكل على المازوت it's an energy intensive process بدنا نعمل كذا شغلة أنا اخترعت الطريقة لأنه شفت إنه الديبيت عن البلاستيك كان عقيم أوكي اليوم نحنا ليك تتذكر بالتاريخ مثلا كان في شيء اسمه the stone age ليش سموه the stone age لأنه the tools that they used stone. were stones بعدين اجيك بتعرف تولع انت بالصوان exactly ربك ما بيولع النار بعدين صار يجيك يعني صاروا يسموا الايجز بالtools يلي exactly bronze age the iron age هيدا نحن عايشين the plastic age هلا the main tool اللي نحن عندي اليوم هو بلاستيك وليش؟ لأنه اخترعوا هيدا الماتيريال أهم شغلتين بيعملها البلاستيك at least in food packaging بيقطع الأكسجين من برا يعني إذا بتحط الخبزة بقلب كيس نايلون ما بتقرمد اخر النهار مزبوط ايه. انا يعني ما بقى انت انا وياك تقريبا نفس الجيل ما بعرف اذا بتتذكر مع ستك مثلا لما كانت تروح على الفرن كان يحط لها اياهم يا بجريده يا بورقتين ورق يعني. ورق مزبوط سو بيبر سو كان اخر النهار الرغيفي ارمد ما مزبوط. كان في كيس بلاستيك سو البلاستيك بيقطع الاكسجين والبلاستيك كمان بيقطع المي اتس ووتر بروف كمان يعني إذا عايش أنت ببيروت مثلاً وين في كتير رطوبة إذا عامل أنت كوكيز تنقول أو عامل شيء وحطيتهم بكيس نايلون ما بي they don't go mushy عرفت هيدا كان أهم شيء خلى إنه البلاستيك يصير وايد سبريد وكراسي بلاستيك بعدين وبعدين صار رخيص كمان ديك نحنا كمان يعني في نوع من إليتيسم أنا ما بحبه بالإنفايرمنتال موفمنت إنه let's ban plastic You can't ban it, but can you improve it? Exactly. Look, you can solve it. Solve it. You can solve it. هي بس في مشكلة greed هون وفي مشكلة رأسمالية ومتوحشة. أنا أوفر لي البلاستيك لصنع. ليش بدي روح على شيء أغلى واحد وما بدي أتحمل مسؤولية. يعني اليوم تيوصلوا الانترناشنال يعني في كتير environmental activists برا وصلوا ياخدوا حكم من courts. إنه شركة كوكاكولا ما بتبيع سوفت درينك بس بتبيع سوفت درينك وبتبيع بلاستيك يعني اعتبروا
الكان الكان اتس ا برودكت اوف كوكا كولا يعني تنقول هيدا هلا هيدا انا بتذكر كانوا بامريكا يجمعوني بيرجعوا يدعوني ب 10 سنين وهلا هون بلبنان هلا هيدي هلا بلبنان صار حقها بلوي هلا بس المشكله وين هي بالاناني البلاستيك يعني اليوم الشركات رفضوا يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعيه اذا بدك انه شو بنعمل بهالاناني ورفعوا هالدعوة على افيان على فكره كمان يعني افيان اخترعوا شيء بايو ديجريد ايه منا عايزين وحياه سلام منا عايزين اتس مور اكسبان عايزين خطه تقول هيدي القنينه المي لما انت يا كونسومر تشربها بدك تكبها هون وبدك تخلق هالشانل ما خلقوا التشانل برافو عليك انا هلا ليش ما خلقوا التشانل لانه الشانل مكلفه عم تحكي لوجيستكس مزبوط يعني نحن اليوم قاعدين بعوكر رايت شربنا هول الكانز اليوم شو راح يصير راح اعمل تو سيناريوز هلا نحن الوضع القائم فيه هلا شو راح يصير راح نشرب هول التو كانز وهلا انا وياك نقوم نفلم من هون راح يمرق حدا الكليننج ستاف راح ياخذون راح يكبون بقلب كيس نايلون مزبوط. كيس النايلون راح ينزل يحطوا على الطريق تحت بالبرميل راح يجي ناس يا ينبشوا فيهم يخدمون هن يبيعون يا اما اذا اجوا كبوا فوق لبن امه ورز وما بعرف شو هول صاروا تحتها لانه ما عم نشتغل بسيستم لم النفايات بطريقه واضحه ومنيحه ايفنتشلي بيجي كميون هلا رامكو مثلا بفضي هذا البرميل بقلبه بيضغطهم هيك بيمعصهم هلا بفوت فيها هيدي خس وما بعرف شو كذا exactly. اخر شيء رح يروح يكب لنا اياها بجديده صارت على البحر ماتوا كل السلاحف ميتو بتعرف عم بيشتغل على بيبر هلا هو قديش كلفت قديش خسرت السياحة بلبنان كومبيرت لأبروس بس من وراء degradation of the seashore يعني اليوم نحن بتذكر لك مرة ما بنساها بحياتي وقت الانتخابات بيجيبوا تبع سان جورج بيعملوا معه انترفيو كنت أنا ناطره أنا ناطر تيجي دوري من وراء إيه شو اسمه بدل مقبع معه إيه خوري من بيت خوري نسيت شو اسمه صغير فادي خوري بيقوم بيسأله إلي متري كان الهوست بيقول له تصور عم بحكيك عن الأونر تبع سان جورج ببيروت قال له أنت وين بتروح على البحر لما بدك تاخد فاكيشن على مرساي على أبروس على أبروس واللي هو دغري بوجنا يعني مش عيب؟ ايه او على اليونان طب مش عيب؟ ايه مزبوط سو اليوم كيف بحل مشكلة البلاستيك؟ مثل ما عم بحل مشكلة هايدي انه اليوم انا وياك هلا تنقول يا خي هلا كان عنا قنينة مي بلاستيك هلا شربناها هايدي هلا من هيدا المبنى لانه البلدية فارضة عليك بتحط انت كل شيء هاي ألمنيوم وبلاستيك وما بعرف شو بالكيس الازرق وكل شيء كلينكس واكل وما بعرف شو بالكيس الاسود هلا انتبه انا بعمل هيك بالبيت وعم لاقي صعوبه لقلك بشو بعتمد عليه عاده على حماتي لانه انا عندي مشكل انا بفرز بالبيت اوكي بس البلاستيك كله بيروح لاركونسيير لانه هي بتروح لعندهم اوكي ما في مشكله بس عندي مشكل يا ريت حدا يجي ياخذهم اوكي يعني انا بفرز بالبيت ما راح يجي حدا بجي بقول انه شو بيطلعون لعندك بتقطع مشوار عن exactly. ليش قد ايش صار حق تانكة البنزين اليوم كمان ايه انه بدنا نفكر كمان بدنا نفكر بهالطريقه نفكر اقتصاديا انه اليوم كان في قبل جمعيات تجي لعندك على البيت وتاخذ منك البضاعه او يحطوا برميل حد او يحطوا برميل اليوم يعني برميل بتنحل على فكره انا لو عندي برميل حد البيت 100% بس للبلاستيك مثل ما هو ما ليش طلعنا بفكره الستريت ريسايكلينج بينز عملنا شفتهم اللي عملته عملنا شيء اسمه ستريت ريسايكلينج بينز حطيناهم ببيروت اول شيء كان بدنا نشوف اول شيء اذا الموديل بيمشي طلع الموديل بجنن اكيد بيمشي والناس بتفرز هيدي كان في ديبيت بيني وبين رئيس بلديه بيروت من قبل لانه هن بدهم يحرقوا كل شيء وكل ما تيجي انت تجيبهم بالارجمنت بيقول لك اللبناني ما بيفرز هيدا كان تعرف انه تيهين الواقع هلا ايه ما هو it depends لانه مين اللي بيفرز اللي عنده ثقافة بيئية معينة بس بيعلمه بيتعلم الاولاد بكل مناهج الاولاد بتعلمهم الثقافة البيئية انا هيك بعمل مع اولادي ليك بعطيك اكزاكتيفيتي نحن بالستريت ريسايكلينج بنز بنعمل ستاتستكس كنا نحط البنز مثلا بعطيك بنز كنا حاطينهم على مرمخايل كنا نلمهم بالشهر مرة
يعني يقطع 30 يوم تينتلو. بعدين صاروا كل 3 جميع مرة. بعدين صرنا كل جمعتين مضطرين نروح نلمون. شو يعني؟ يعني الناس عم تتفاعل معهم والناس عم بتعبيهم. البابز صاروا يجيبوا الأناني تبعهم. ليك it's a you set things in motion. بس I think بدك كمان شيء تحفيزي من ناحية بدك شيء تحفيزي. بتعرف شو عطيني على كل كيس بلاستيك بعطيك إكس أو كذا. بس بأول فترة بتفوت بلوجيستيك كمان ومين بده يدفع حق الكيس ومن وين بده يجي. أنا هيدي فلسفيا ما بحبها لأنه كمان عم يعني عم بتغذي هالنظام الرأسمالي الوحش يلي بيخليك انت تفقد حس المواطنية عندك. انه انا ما بكبها هيدي البلاستيك هون الا ما حدا يجي يعطيني شيء. انه بفضل هي بفضل مش... تروح تنكب البحر انه اذا ما جبت لي هي خطة تحفيزية على فترة معينة. ليك انا هون بهيدي الكيس بالذات بفضل الزبط. ايه لما كنت بنيو جيرسي انا عايش بنيو جيرسي انا يعني عايش شويه على الاون كامبوس بعدين ما كنت طيق الاكل. ايه بنيو جيرسي اكله في زبالة كتير بنيو جيرسي في زبالة بكل بلاد العالم. بس بتذكر انه رحنا هيك انا وشابين لبنانيه اصحابي استاجرنا بيت كبير كان يجينا بالاجار بكونترال اجار كان في سكشن كنا ندفع 43 دولار بالشهر ريسايكلينج اند ترانسبورتيشن اوف ويست. ايه عرفت؟ وكان يجينا فاين اذا رحت وكبيت انت ما عملت الحراسه والكنيسه يعني اكزاكتلي هلا حراسه الكنيسه يلي هو هيدا نحن هلا بالقانون الجديد لازم نقدر نطوره لانه حراسه وكنيسه انعمل بالخمسينات. بالخمسينات ما كان في مشكله زباله. بالخمسينات كان اكتريت البيوت اللبنانيه برات المدينه كان عندهم حيوانات كانوا يربوا حيوانات كانوا يطعموا الأورجانيك يا للعنزة يا للعنزة يا للخروف ما في شيء بينكب ما كانوا يكبوا غير القشر يمكن أنا بتذكر يعني كمان أيام ستة كان يطلع عندها كتير شيء تنك السمنة فيجيتالين ولا فيجيتالين شو يعملوا بفيجيتالين يزرعوا فيها ورد يزرعوا فيها ورد يا باي أو عطر تتذكر ورد وهيدا هيدا كانت زبالة تبعهم هيك كانوا يتعاملوا معها they used to recycle أكتر منها كانوا فقراء and they used to reuse. أنا بلاحظ أمرار حتى مع بي بلاقي أمرار مخلى هول بلاستيك تبع الجبنة شو عم بيلي ما بستعملهم تبر أخي خلص إن ما exactly. لا ما تقلوا شيء بالعكس this is an excellent mentality of reuse mentality of reuse exactly طيب بس أنت ما هيدا الحلو إنه أنت بمحل should be funded for research لأنه أول شيء في كتير عنا مشاكل في حلول فيها تكون بروتوتايب بقلب لبنان بوضع اقتصادي مثل بالأرقام اللي عنا إياها بمجتمع متنوع مثل اللي عنا إياه بين جبل وساحل so أنت المفروض تكون هلأ عم تفرز داتا وتبيع داتا باي داتا ما في داتا ما في سو ما في عندك داتا هلأ أنت يعني عندك كثير داتا نحن رايحين مفروض بحسب الكل إنه متجهين على مركزي سو ليش ما فيها تعمل نفس المعمل اللي عندك فرانشيز بكل المناطق اكزاكتلي مش يعني أكتر من فرانشيز ما بحب كلمة فرانشيز هذا الشيء الأخير اللي لازم لابد منه يعني. بس ليك شو بدو ينعمل ليك شو أنا اللي بحبه بموضوع النفايات موضوع النفايات لازم يكون لوكال لازم يكون محلي من ناحية أول شيء أخلاقية إنه أنت اليوم مثلا خد صيدا أنا عندي مشكلة كتير كبيرة بصيدا هلا إنه ليش أنا بدي أجيب زبالة جزين على صيدا لأنه المعمل أكبر That's not true مش بيدفعوا كمان وبيدفعوا بس هون هالأسبكت الدفع اليوم في مشكلة كتير كبيرة بمعمل صيدا عنده جبل نايلون وراه وعنده كذا وهيدا الخطة يلي أنا حطتها ويلي هلأ بلشوا كتير مبسوط أنا أنه بلشت الوزارة البيئة تاخد هالأفكار من يلي كنا عم نقوله نحن أنه لا مركزية على صعيد القضاء يعني أكيد كل قضاء عم مشكلة هلأ بالزبالة نرجع جايين مثل 2015 جايين على ورطة إلى أول ما إلى آخر لأن هالمرة الورطة administrative مش technical مش أنه ما عنا محل نكب بقى قد كانوا يسرقوا كتير كمان هيدا عم نشتغل على ملف يعني هاي قصة استرد مصاري شوي سرقوا كتير سكرين أكتر شيء وقصة المي انفضحوا يعني بقصة العقوبات اللي اجت على رجال مش هيك ليك ما طبقوا ببارت اوف ات كنت لا عمالك اكتبه سوكلين ما اجى عليهم عقوبات يعني لا جهاد العرب وداني خوري بس ببارت اللي عم بقرا فيه بقصة الزبالة مع جهاد العرب انه كانوا يعبوهم مي
تيوزنوا أكتر. مشكلتي أنا معهم مش هيك، فيهم يغشوا بهيدا الشيء مش هيك. أنا مشكلتي الكبيرة معهم هن إنه ما طبقوا العقد. يعني اليوم العقد كان بيفرض عليهم a certain percentage of sorting. يعني ما فيك تجيب، ما فيك تكب كل شيء بالمكب. ايه يعني اذا ما بدك تكب كل شيء بالمكب، يعني بدك تروح تعمل انفراستراكشر وبدك تعمل فرز مزبوط واكزاكتلي. هلا كله كان خبيصه بخبيصه، لانه ما فيك تعمل فرز اذا انت مستعمل هول الكميونات الضغط، ما بيقعد فيك تفرز. وهيدي مشكله معمل صيدا كمان، وزي لهم مليون مره انه 50% من مشكلتكم تتحل نهار بتقرروا تلموا الزباله بكميين عادي. وروحوا شغلوا اولاد المنطقه، اولاد صيدا، اولاد جزين، اولاد حاره صيدا، كلها فيكم تخلقوا ايكونوميك اكتيفيتي وتحفزوا الناس تعملوها. بس مشكلتك بعدنا بالعقليه الاحتكار المونوبولي. يعني بيجي بنقي شركه وحده انا لانه السي اي او تبعها هو من يم هيدا السياسه تبع المنطقه، اي انفليت السعر اغلى طن زباله بالعالم. إيه لانه بيشيلنا هو الزبده بيعطينا اياها لانا شو اسمه، واخر شيء بيعطيك سيرفيس، ما بعرف اذا فينا نقول خرا عندك هون على الفوت، فيك تقول خرا اللي بدك. اوكي بيعطيك سيرفيس خرا اخر شيء، وبيعطيك سيرفيس عم بيعمل لك انفايرمنتال ديجريديشن. يعني هي منطقه سينيك هونيك سينيك على فكره، شوف بتجنن هي لو عندها بوتنشل بجنن. ايه بس الثروه المائيه بين الزبالة والتروبيل اللي بيستعملوه صيادية شبيبة الاستيز، لأنه صار معي مشكلة كنت بدي أحاول ساعد الصيادية، طلعت كل المشاكل كمان سياسية. لا لأنه هو جماعة بالرئيل ما حدا بيتعاطى معهم، تابعوا جماعة صيدا بسعيني، جماعة صيدا والأول بيعلقوا مع جماعة هوليك وكذا، وكل واحد عندهم محسوبيات. هذا شو صيادة؟ يعني هذه المهنة من أعطى المهن ومن أنبلة أنا بلاقيها. نحن لا بالثروة المائية ولا بس كمان مش بتتوقع من المجتمع، لا بعامل لا مساجينه ولا مرضى ولا مشايخه بطريقة إنسانية. لكن الحلو كثير حبه هلأ نحن بالبيريد اللي قاطعين فيها نحن كبلد أول شيء، وهلأ عم بيقطع فيه الكوكب كله. نحن رايحين بتحول جذري هلأ عم بيصير بكل بلاد العالم. مزبوط. ونحن بالأخص بلبنان كتير حابب الفترة اللي هون، يعني شوية يمكن تطلع سينيكل مني انه عم تقول انه شو حابب انت، حابب انه شو عم نوعة يعني لا حابب under the test. ايه حابب انه ظهرنا من الكونفورت زون المصطنعة يلي كان قلنا 30-40-50 سنة. ليك حتى الغنى تبعنا نحن كذبة بالستينات لما بيجوا بيحكوك انه لبنان كان هيدا، كان غنى ريلاتيف. يعني كنت انت you were never proactive economically. لا انت كنت مصاري عندك اذا انت كنت مثلا تضطر انه صار في حرب بين اسرائيل والعرب، هربوا مصريات او ما بعرف شو، او وقف بور حيفا صبوا على بور بيروت. يعني ولا مره انت جيت تقول ليكو انا عملت هيدا البور وانا ما كنا بايونيرز، ولا كنا مره نستفيد من ازمات، كنا proactive. سلم تمك. بعدين اجيك السبعينات الثمانينات عم بيعمروا الخليج، نحن استفدنا كمان من عمار الخليج. طيب هلا ما بقى في شيء نستفيد منه، هلا نحن بدنا نفتش على كل اسبيكت من الايكونوميك لايف تبعنا ونرجع ندرسه من اول وجديد ونرجع نشتغل فيه من اول وجديد. وهيدا دوري انا بموضوع الزباله. انا شايف بالزباله في ايكونوميك اوبورتونيتي كتير كبيره لكل البلد. في اجريكلتشر، هو هي المشكله بالعكس، انا شايف وانت شايف. ايه بس مهم مين اللي عم بيقرر. انت اللي فرجيتنا كمان. انا ليش اي بيليف ان يو سو ماتش باللي عم تعمله، وامرار بحس انه اف اذا انا محبط عم كيف زياد اذا بكل هالعراقيل اللوجستيه ولا انا اي كانت افورد كون محبط. اي يو كانت افورد، اي هايلي ابريشيت ذات. بس نفس الوقت بحس ليك اشتغلت عليها كتير. يعني انا اي نو اوف يور اون ديمونز انت كيف هيدا. يمكن ما رحت انا هالقد ديلينج وذ ذا ديمونز، بس اي هاف ماي اون ديمونز كمان. والزاناكس تبعي هو اني روح على هيدا المعمل. عرفت؟ انكريت سمثينج اوت اوف ويست. شوف في مليون شغله تحبطك بالبلد، مليون مليار مليار كمان. اوكي بس ما انك شايف انت انه ليك بالانفايرمنتال فيلوسوفي كانوا كثير يعلمونا شيء اسمه the laws of nature. باللaws of nature
اللي هي هلا هي بدها هي بدها حلقتين بودكاست لعن تحكي باللوز اوف نيتشر، بس جروسو مودو شو هي؟ انه يا اخي ما فيك تكذب كل الوقت and get away with it، ما فيك تسرق كل الوقت and get away with it، ما فيك تقتل كل الوقت and get away with it، ما في ما there is no free lunch in nature، كل شيء بده تعب. إذا ما أنت إذا ما بتحط حبة القمح بأكتوبر بالأرض أوعك تحلم أنه بكرة بتجوع بجولاي. exactly. natural laws. natural laws. ونحن نحن ربك إن هيدا ال هون الكريسنت هيدا exactly. بالتاريخ نحن ولا العراق كنا أول ناس بلشنا زرع 100%. إذا أنت لأنك أنت إلك 7000 سنة عايش بهذه المنطقة، إذا أنت لهلأ بعدك منك فهمين قوانين الطبيعة كيف تشتغل، ما تتعجب أنه وصلنا لهون. أنا مش متعجب. أي ولا العكس. أنا أي أنا عم لقيها it's only natural. مبسوط هلأ. أي أنا مبسوط it's only natural. أنا مبسوط لأنه أنا برأيي ما رح كل اللي عم بيعملوه هلأ عم بيجربوا يهربوا بيريشون هني they're trying to save their asses، بس عم بيفكروا in their own asses. بس ليك التاريخ بقول لك انه بيزمتوا. نو نو انا I'm pretty sure ما رح يزمتوا هالمره. طيب قبل ما نوصل لهذا الشيء كنت عم تحكي عن الويست. ايه وانت بانفجار 4 آب لميت كل ال لميت مش كل... كلهم لميت قد ما فيي، يا ريت خلوني لميت كلهم. آه كمان كان في مش قصة ما خلوني، صار في شوية حمرني بالتعاطي مع الماتيريال يعني. اه والله انه بدنا نشيل بدنا ننظف بدنا كذا، خلينا نحط التراب مع الحجار مع الازاز مع الخشب مع الحديد مع الكذا تنظف المدينة. بينما جينا قلنا لهم يا اخي اسمعوا مني وخصوصا انه طلع في كتير اسبستوس بال اسبستوس بقلب لا لانه ابنيه الجميزه ابنيه كتير قديمه كانوا يستعملوا اسبستوس بالاساطير وكانوا يستعملوهم كمان بالانسوليشن او بالانترنت. جينا قلنا لهم يا اخي هيك هيك صارت هيدا المشكل، ما رح نوفر اكثر من 10 ايام، قسموا كميوناتكم بطريقه. فانت كفيل اسمه الانفجار على فكره هول. ايه بس ما انا طلعت وقت اعطيتني شيء بعد مستعمله عندي بالمكتب. إيه. وكل ما بيسالني بقول لهم هيدي من زياد ابي شاكر. فوالا ذس از بيوتيفول. طب بكره لضيوفك هون ذس از بيوتيفول بس يحكوا كثير وين ضيوفي هون؟ لا لا قريت على البيت. اوكي فاين. طيب ضيوفك بالبيت ساعتها هون عبيها واين كنت بدي اقول لك ما بعرف هون بتشربوا واين. ايه منيحه هيدي او كسر فيها عرق مثلا. عرق منيحه لانه زرقاء بتطلع حلوه. ليك كل شيء منكر منيح فيها. بس ليك بس ليك انت هيدا اللون يعني هيدا انت ولا هو من ال لا هيدا من الجلاس بلور. انا كمان لك انا كتير بحب او على فكره الفينيقيه هن اللي اخترعوا تكنيك الجلاس بلوينج وبعدها ما اخترعوا الازاز، الازاز اخترعوه العراقيه الميزوبوتاميا. مزبوط هن عملوا شو اسمه في شغله ات واز اول واحد فينيقي قرر ياخذ قصبه كان ما بعرف شو عنده وشك بهيدي شو اسمه ونفخ واخترعنا كمان الحرف وليك ما وصلنا. بس اقول لك شغله للي ما بيعرف، زياد بيدعم اخر عائله بالمنطقه مزبوط تنفخ ازاز بالصرفند. مزبوط هلا صاروا هاي اند هود الشبيبه. ايه صاروا شوي عم بي لانه ما في منهم. ايه ما في منهم بس هاي اخر حرفه انا ريلي ابريشيت. لازم كل العالم تعرف انه انت ساهمت بالحفاظ على هيدي الحرفه واللي هي من اهم الحرف. بيوتيفول. هلا هني هون كمان والحلو فيها هالشغله غير انك عم بتحافظ انت هيدا الازاز كان رايحين يكبوه لك اياه بالناعمه مثلا او يكبوه وقت كان فاتح مطمر الناعمه يعني، او هلا بدهم يكبوه يا الكوستا برافا يا بجديده يعني. ايه هيدا الحلو، هيدا الحلو بالصناعة. ما بالعكس، ما هيدا أنا اللي مبسوط فيك كنت عم تحكي عنه، إنه نحن هلأ عم نتجه كنا شوي نكون أكتر صناعيين، قطاع يعني اقتصاد صناعي منتج منتج. إيه. بس رجعت شفت وقتها كيف هبت الماركات المحلية. بس كمان سمعت كثير من الناس انفسترز وغيرهم إنه إنه طب ما شو بدنا نعمل بالكهرباء، راحوا فتحوا بالأردن وبمصر. ولأنه عنا الكهرباء غالية والمزود غالي وبعدين كمان عنا مشكلة عنا خطة كهرباء بتجنن. ايه. عملتها واحدة اكسبرت اسمها كارول عياط. It doesn't matter. في مليون خطوة في حلول وكثير واضحة القصص. هي المشكلة مشكلة سياسي ما انه مشكلة تقنية يعني. The captain of the ship is trying to sink the ship. طيب مين the captain of the ship؟ هلو. The captain of the ship هي المنظومة. ايه كلهم هلا to varying degrees of responsibility. بس
أنا اللي شايفه وهذا كتير بحبه دايما بحب أعطيه هذا الإكزامبل. أنا عايشت، أنت مواليد أي سنة؟ 80. أنا أنت 80، أنت ما عايشت الفائق القوة المسيحي، أنت ما عايشته. فائق القوة المسيحي بلش سنة 77 واستمر تقريبا لل 89. لما خلص الفائق القوة المسيحي، وفائق القوة المسيحي كان يعني أكتر يعني اليوم هلأ كل الناس بأيمين قيمته على حسب الله أنه بقية وما بيردوا حدا وكذا، they were worse. فائق قوة مزبوط، مشان هيك يعني صارت تقرأ شوية بالتاريخ exactly. وتشوف إيه. كان more bloody and more وقح أكتر كان وكان ماشي أنه خلص نحن رح نعمل الكانتون طبعنا وانتوا روحوا بلطوا البحر بعدهم لهلا ما بقى يقدروا هلا ما بيقدروا ما حدا بيقدر هلا ملك ما حدا بيقدر حتى حزب الله ما بيقدر يعمل كانتون بجنوب مزبوط اجى السنيه بعدين اجينا فائق قوة السني دكور هلا دور الشيعة وخلصنا هلا جينا فائق قوة شيعي هلا اذا انت يور ما بدي اقول لك بي اتش دي هيستوري بس اس يو ري اف يو ريد لايك نوت ريلي فار اواي هيستوري هاي دول سايكلز بيجوا هلا وهلا صار شيء كتير حلو بالساحه السنيه اللي هو كمان صار بالساحة المسيحية من قبل وهلا رح يصير بكرة بالساحة الشيعية شوف شو هو انه رح ينبت اكتر ما بقى في احدية الزعامة الزعامة بس نحن هيدي السقافة الزبائنية والتنينة من ايام الرومان وشت بعدين السلطنة عززتها شوي بالمحلات بالاقطاع هيدي هلا ما بقى تطعمك خبز ايه ما بقى فيك الطعم الكل بس مش انتبه الجيل اللي ترك لبنان يعني نحن بعتقد انت شو 70 ولا انا 65 انا 69 69 مواليد 69 اوكي سو انت جيلك جيل جبران وسعد الحريري اللي هن اجوا عاشوا الحرب تقريبا وعيوا على الحرب اجى جيلي انا جينيريشن اكس اللي كان انتوا الاتاري نحن السيجا يعني جينا ترانزيشنال بين الانالوج والديجيتال نحن ما حنعمل شيء غير انه نحن نسقف اللي بعدنا جيل اللي بعد الميلينيالز هلا بلش شوي يعطي تاثير أكتر وبعدين عندك ما بعد الميلينيالز اللي مثل جيل بنتي هلا مواليد 2012 هودي اللي بدهم instant gratification وأزكى منا بكتير وكل شيء ديجيتال وكل شيء كل معلومة وصلت لهم شو اسمه سو نحن عنا الجيل تبعكم وصل هو أنا بعتقد آخر جيل في جيل بي مواليد 37 وحسب علم الاجتماع في عندك ثلاث أجيال جيل الأول المؤسس جيل الثاني المحافظ جيل الثالث المدمر ومن بعدها بنرجع نضغط سو جيلك هو هذا كان على الآخر يعني إجا هذا المدمر كان يعني أنا لو ما كنت جاي من بيت أنا بي وأمي اتنيناتهم هن نتاج من الدولة اللبنانية بالستينات مشان هيك نحن بيتنا مثلا كان ولا يمكن تحلم أنه أنت تلتحق بميليشيا شو ما كان مزبوط انا بي هيك يعني كل شيء حزبي كل شيء كذا بس ما هيدي بس ما هو اللي كانوا هن ماينوريتي يعني اليوم انه بس كنت تشوف وين كانت رايحه الدوله اللبنانيه بالستينات واوائل السبعينات كان صار عندهم رقي كتير بالتعاطي الاجتماعي اتليست اوكي ما تنسى كمان الفتره الزمنيه اللي كانوا فيها يعني عندك 60s كان في بحبوحه بحبوحه وكان بالعالم كله ذا تشينج اكزاكتلي أنا برأيي هلأ الجنزي واللي وراهن هني they will save the country okay. كل شيء نحن أنا وياك جيلنا اللي هلأ بدنا نركض بإيدينا وبإجرينا نجرب نعملهم إيه نترك لهم شيء يرجعوا عليه مزبوط وهيدا كتير صعب مزبوط بس برجع بتفكر فيها إنه طيب شو ترك قبل جيل أهلنا يعني يعني برجع بتشوف إنه طيب they worked hard عاشوا كل الحروب عرفت شو عملوا ما عملوا جمهورية هاي المشكلة ما كان عندهم ليدرز ايه عاشوا للعاشوا عاشوا كان عندهم كذا ليدر كان عندهم ليدر عربي كان عندهم ليدر محلي ايه. كان عندهم ليدر ان شاء الله نقدر نوصل نحن هلأ ما بقى يعني نخلص من هال انه كل مجموعة صغيرة هون بده يكون عندها بطرك أجنبي كان نستعمل ده باتياركي مش من الناحية الدينية بس من الناحية المينتننس والمانجمنت تبع هالمجموعة ما تنسى لما كان في فائد قوة مسيحي كمان هيدا الفائد القوة المسيحي كان مستند كان في دولة بظهره وقتها كان للمورني هي فرنسا بس ما بتعتقد ما عادت بقى موجودة وما بقى رح تلاقي ولا دولة تكون حدا ليك في there's a very good telling example صار مش من زمان يلي وين صرت تعرف انه ما بقى قادرة الدول تحضن جماعات مثل ما هالجماعات هي مفكرة بدها تعملها يلي هو موضوع المازوت الإيراني
المازوت الإيراني واز فياسكو. خلينا نكون كتير واضحين، لأنه لو ما كان فياسكو كان هلأ تنكة المازوت حقها نص شو حقها هلأ. وكان دايما عم بيصير في فلو يجيك مازوت. فإذا هيدا الإكزامبل أنا برأيي كتير بيشجع، لأنه وقال حسن نصر الله رجع قال خلي الدولة تجيب مازوت. ايه لا، هي في شغله كمان استراتيجي عم يستعملوها حزب الله، انه عارفين انه انت اذا بدك تستلم كل البلاد تستلموا فيهم يحملوه كل الانهيار، وبالتالي رجع هلا انه طب اوكي خلي الدوله بلس. بس هيدا شو بيقول لك كمان؟ هيدا شو بيقول لك؟ وهيدا انا كتير شيء بشجع بالنسبه لي، دور حزب الله هو بيعرف انه ما بيقدر يلعب دور اقتصادي بلينا. بالضبط، اصلا ما عطى فاشل كتير كان دوره الاقتصادي. ما هي حتى الدور السني الاقتصادي بالنهاية كان مبني على أسس شوي غلط، يعني كتير غلط. ايه عرفت شو؟ لا، في محلات معينة كان لازم تكفي على 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 سنين محددة، كفت سحبت 20 سنة، ما كان مفروض تسحب 20 سنة. ايه وما شافوا وقتها. انتبه، المشكل بلش بال97. بال97 كل الأفريقاء اللي بيتعاطوا كانوا اقتصاد وفاينانس وكذا، اجوا قالوا لهالإكيب الحاكم، قالوا انتبه، انت عم بتدير هالسوبر ماركت، انت عم بتدير هالشركة، انت عم بتدير هالوات ايفر، خلينا تنبسط الأمور للناس، انت خيي شو بتدفع معاشات وشو بتدفع فاتورة كهرباء وشو بتدفع وشو بتدفع وشو بتدفع أكتر بكتير شو ما انت عم بتبيع وتفوت. أيه. انت you are always in deficit. وهيدا الغلط انه من 97. مزبوط. لما بيصير هيك، لما انت خيطع قيسة على حالك انت. أيه. انت لما بتعرف انه اليوم انت لازم تطلع تضلك افلوت، اليوم بدك 10 ملايين ل 12 مليون ليرة، تنقول ما بفهم بحكي شو مكان. اوكي، افريج العالم هلا، تنقول يا خي، تنقول انت اليوم اذا عندك انت ومرتك وعندك ولدين وعندك كل الالتزامات اللي انت مجبور عليك شهريا، انت بدك 12 مليون تنقول. اوكي، طيب وجيت انت لقيت انه انا خي كونسيستنتلي عم فوت 7 ملايين، دونك عندي جاب 5 ملايين، انا شو بدي اعمل؟ شو بتعمل انت انستينكتيفلي؟ شو بتعمل؟ بدك تنتج شيء، بدك تروح تفتش وين بدي اجيب ال 5 ملايين. هن شو عملوا؟ شحاده يا خي عال. نرجع كمان على اكزامبل 5 ملايين، جيت انت لقيت انه والله اذا اشتريت كاميرايات انا وسيستم اوديو ما بعرف شو، بقدر اعمل بودكاست طلع منه ما. وبيع شيء وجيب كذا وهيدا وطلع منه شيء، بس انا عايزني 30 مليون لاقدر يكون عندي هالبنية التحتية مشان هالبودكاست. تجي لعندي انا بريز أيه. واحد تجي بتقول لي يا زياد انا عايزني 30 مليون بدي اعمل هيك هيك هيك، بيجي انا بدي تكرم عينك يا سلام وانا بحبك وانا بدي اياك انك تشتغل وبدك ما بعرف شو، تفضل هول 30 مليون، انت اخذت 30 مليون ورحت صرفتها على شو؟ عصار ولا طب بس ما هيك هيدا في... كانت المشكله، بس كمان في مشكله كانت اللي بحس بقلبك انه عملوها 3 مرات. ايه 3 مرات، لا ثالث سادر عم تحكي، لا الرابعه كانت سادر. ما هن ليش ما عندي بريز واحد واثنين، عنده بريز واحد بريز اثنين بريز ثلاثه، شو عندنا ثلاثه؟ اخذنا ثلاثه، عندنا ثلاثه بريز. طب سادر بدل ما يسموه بريز 4 سموه سادر. طب سموه سادر. بس انت محاوط بين بلدين عندهم قطاع صناعه كثير اقوى منك، يا اخي مش ضروري حتى جارك، يعني اذا مصر كمان قطاع الصناعة كتير قوي. أنا ما بدي دق راسي براسهم، ليك عنا كتير صناعات، نعمل بس اكتفاء ذاتي؟ لا بالعكس، ما منصدر منصدر كتير. ايه. منصدر كتير، انتبه، نحنا كمان قادرين نعمل صناعات نوعية. نحنا بدنا نعمل، أنا لب شغلي اليوم أني أعمل زراعات نوعية، أنا عندي تأس بجنن، صار عنا أفوكا ومشروم. إيه بس ما بيكفي، أنا ما بدي أعمل أفوكا ريشو غلايفوسيت، أنا تاكل أفوكا بصير معك كانسير بعد 20 سنة. ما بعرف إذا عم رشو. لا بعرف، أنا بعرف شو بيرشو كذا. والهلأ إحدى السيلفر لايننج تبع الأزمة إنه صاروا غاليين لدرجة والأدوية إنه اضطروا يرجعوا على ناتشرال أجريكولتشر. إيه بس يعني هي منها كتير منتجة. بس أحسن هي، كل شجرة بدها 5 سنين بلشت. exactly. أول establishment. exactly. يعني. كمان laws of nature. laws of nature. exactly. إذا زرعت أنت شجرة خي مجبور تهتم فيها. مثل المجتمع، أنت مجبور تهتم. بس ما إحنا هلا عم نحرق إحراش مشان ناخد real estate. لا ما بظنني. لو عم نحكي من قبل الأزمة كنت بصدقك.
هلا مين عم بده يعمل يا زلمه؟ وين الريل استيت تبعنا؟ قبل الازمه بلشت بالحرائق. شو ايه بعرف كانوا يفتعلوا حرائق لا يقدروا يعملوا لقطوا ناس ورجعوا حكوا. بس هلا لا هلا ما حدا هلا عنده لودز اوف كاش نايم عليهم بده يروح يوقفهم ببنايه. نو واي. ما تنسى نحن هلا نحن وي الببل تبع الريل استيت بلبنان فقعت ايه وبعد حتنزل منيح وبعد رح تنزل منيح. وهون كمان يعني هون بفهم فكرته لجاد. ما انا برايي كتير حلوه هيدي اللي عملوها انه انت اذا انت ملاك وعندك شيء فاضي بدك تدفع عليه تاكس خيي. مزبوط. ولا روح اجره وخلي المستاجر يدفع التاكس تبعه. بالظبط. بتحفز انك تمشي بالمشي بتمشي كل يعني اليوم انت there are so many things you can do to trick the هيدا. تنرجع بس على اكزامبل انه نحن في بلدين حوالينا. ليك نحن في فترة كنا نصدر 7-8 مليار دولار بالسنة. بين 2002-2003 وصلنا كنا عم نصدر في كان عنا اندستري بلاط اخذوا البلاط بمترو باريس في ستاسيون مترو كلها سوا عملوها من بلاط لبنان. اكيد مين من اي جبل كان عنا كمان فوالا هيدا من اي جبل وشو هي القوانين فوالا. هلا هون هيدي كمان هلا صار في جرين بروتوكول برودكشن كمان في كتير في كتير بلدان بالعالم بيقول لك انا ما بشتري منك هيدا اذا انت هابر الجبل تطبيعي. شو صار دخلك بقصه نقولها فتوش وال100 مليون تبع الدوله؟ شو هيدي انه قليله ملا صحن فتوش هي كانت يعني شو صار الجرب؟ عم بجرب اكيد عم بجرب بس هلا ما بيشوفه بقى. اكيد ما بيشوفه بس تتشوف كمان. كان اول بيلر بحمله الانتخاب هو تمرير قانون استقلالية القضاء بمجلس النواب لأنه المفكرة القانونية عاملة اقتراح بيعملوا شغل رائع. المفكرة القانونية نزار والشبيبة تبعه ليك ماشي فريما هولي جنود مجهولين. أنا برأيي يمكن لازم لا منهم مجهولين ناس تعرف يعني بس اللي ما بيعرف لازم يعرف فيهم أكثر. الكل لازم يعرف أنه المفكرة القانونية عم تشتغل شغل كتير مهم للبلد. شايف إذا اقتراح المفكرة القانونية ومشان هيك إذا بتشوف هلأ صار في همروج امبارح بالمجلس على اللجان والتصويت ومين فات بلجنة الإدارة والعدل. كل الأحزاب كوتروا على بعضهم هيك وفاتوا كلهم ما فات لنا ولا واحد تغييري على اللجنة. طب شو رأيك باللي فاتوا؟ كانوا عم نحكي على التغييريين. شو رأيك بالأداء الناس؟ هلا الأداء بعد ما هلا عم بدنا ننصفهم يعني. بس ايه شو رأيك كمان بالعالم وردة فعل الناس اللي هني مع الأحزاب وتماتك اللي بلاشوا يتمسخروا على التغييريين؟ طبيعي. أنا برأيي أنا حتى كلمة تغييريين هلا بلشت تقول إنه أفع متحملهم شوي. أنا اللي كتير مبسوط فيه 2018 كان عندنا نايب واحد هي بولا يعقوبيان. طب اليوم عنا 13 نايب. بال 2026 قد ايه برايك رح يكون عنا؟ 40 من هلا عم بقول لك خلي ليتس مارك ماي لا ايه اكيد مليار بالمية. بتعرف ليش؟ بتعرف ليش؟ لانه بعد المنظومة مش مصدقة انه هي مش قادرة تطلع البلد من المأزق الاقتصادي والاجتماعي اللي احنا فيه. منهم مصدقين. بعدهم عم بيشتغلوا بنفس استراتيجية ترقيع يلي كل حياتهم كانوا عايشين عليها. ليش؟ لأنه كان دايما في سيفتي نت مصاري بس ينزلكوا يروح حدا يجي يعطيهم مصاري. هلأ عرفوا وشافوا حتى الـ IMF مش رح يعطيهم مصاري لا ولا البنك الدولي بس هذا لأنه قرار الأمريكاني. بس قصة الغاز والنفط عم تتابعها شوية. أنا بصدقه لعصام خليفة على فكرة. دكتور عصام خليفة خط 29 مزبوط. شو بيقول هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه بس مش غريب شوي ردة فعل العالم؟ يعني انا لاقول لك شغلي عم بطلع عم بقرا على التويتس وهيك وانا صار لي فتره حتى طلعت على التي في او متشائم ومضايق وشايف القصص وكل ما عم حاول كون اوبتيمستيك عرفت شو اطلع بالارقام الناس اللي عم تحكي معه كذا خلص بتحب ات جيتس تو يو بالنهايه. بس كنت عم شوف انه معقول ما انا يعني انا انستيد اوف بليمينج حزب الله ليش ما عم بيرد انا بنزل ما أنا كمان مقاومة لبلدي. أكيد. يعني أنا ما عم بفهم هاي القصة تبع إنه شفتوه ما عمل شيء الحزب. لا مش هذا موضوعي. ما بدي أتوقع منه يعمل شيء. أنا علي شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ لا لحظة شوي. يعني أنا عم يقرطولي موارد بلدي. إيه. طيب ما عندي وين المساءلة أول شيء؟ ولا. والمرسوم ما 600 أنت ما القاضي راضي. إيه. ما هون المشكلة. طيب إنه طب يعني اسمع هيدي شو بدك إياه يعني الحزب الله يا خيي؟ شو بدي فيه؟ بيطلعوا صواريخ يعني شو إيه؟ لا ما بيدمرونا بيحرقونا كلنا يعني. ما حدا رح يربح شيء.
بالضبط. فإذا شو هي الخيانة الكبرى اللي صارت واللي حكي فيها العميد واللي حكي فيها عصام خليفة؟ عصام خليفة مان عامل ما مخلى خريطة، ما مخلى أناليسس، ما مخلى. ليش هو اللي برات اللعبة؟ هو اللي برات اللعبة أكيد، لأنه في لعبة عم تلعب، بس اللعبة منكشفت، لعبة انكشفت. أنا برأيي يعني نحن حنصير مثل نيو هيدي بأفريقيا نيو جيني، عرفتها هلا عندهم لاقوا توتال وشيفرون أخذوا لهم امبارح مرق صورة ما بعرف إذا شفتها. هذا الدكتاتور عنده شو اسمه شعبه ما عنده مي ولا شو اسمه، بس إنه ليك في حدا علمني الغني غني فقير فقير وهن عم يعملوا مصاري. علموني هالشي من أنا وصغير، ما حدا بيركب على ظهرك إلا إذا أنت بتوطي له. ما نحن إيه؟ نحن ملوكة الطوبة يا حبيبي. لا أمتي ما بعرف، ما هي هيدي. أنا برأيي هيدي القصة، هاي القصة مش رح تمرق أولاد، هاي القصة ولا يمكن تمرق. ما حدا بيحملها. يعني نحن تحكي 20 مليار دولار بيقدروا شو؟ عم تحكي 10 سنين 500 مليار. لا عم بحكيك بهاي النقطة بالزيت بكريش عم تحكي ولا اللي حده قلنا. لا عم بحكيك بهايدي بس كريش. لقلك شو القصة، قصة كمان جيوبوليتيكال، انه كريش إذا نحن جاي بالنص والشيرينج يعني that means ما نعمل صندوق سيادة، عدا على انه إذا ما شفته من تحتنا ما نعمل صندوق سيادة. إذا صار صندوق سيادة يعني عم بفتلنا مردود لقلنا ولا الدولة الإسرائيلية أو فلسطين المحتلة شو اسمه بهذا الصندوق السيادة. which means have to join, you have which to means jointly تطبيع now. which means تطبيع so هذه هي التريك. يعني مثل هلا كمان عم تحكي طب إنه بعد شوي حشوف ناس عم بيقولوا طب الفلسطيني شو طلع لهم. أنا شوف خارجيني شوف أنا مثل بالطيارة خليني أحط أنا الأكسجين وبعطي بعدين بعطي ولا so هي عندنا مشكلة كتير كبيرة نحن. أول شيء هي المواطنة واللي دايماً عم نشتغل عليها ودايماً بنحكي فيها، أنه خيي شو بدكن تحبوا بلدكن مثل ما بتحبوا أولادكن. يعني ما في حدا ظهر من البلد إلا وقلبه مكسور لأنه وخلص. الناس اللي ظهرت أنا بعرف كتير ناس أنه ما بدها تسمع بعد اسم لبنان، عرفت شو قصد، ظهروا مجروحين يعني من هذا الموضوع. هيدي ما كتير بتخوفني أنا لأنه إيه هيك بيرجع هلا بتقول لهم طاق بيرجعوا كلهم. أنا I'm positive of that. بس المشكلة any positive change بكرة أي غيار بالليدرشيب شوي يبين إنه نحن رايحين لمحل أحسن من ما نحن هلا في كتير. شايف إذا بالدولة العملي هلا هيدي كمان هذا الشيء عم نشتغل عليه بكرة، هنعمل عليه حلقة اللي هي بتيجي بتقول انت انه نحن رايحين على الهلاك كارنسي وايز. مزبوط خلص رايحين على الهلاك. بتيجي بتقول نحن معكم 90 يوم كل واحد معه ليره لبناني يقلبها دولار، بتيجي بتاخذون دولار على قد 28,000 اليوم. نحن من بعد 90 يوم كل التعاطي المالي رح يصير بالدولار، بيجي جلطه شرب النحاس. ليك we have no other choice. ما هلا عم كلنا عم نقول لهم اياه. وإلا أنا مع جماعة منفذ أمرار بنحكي بهول قصص. حط لي ليك خلينا هون عم نحكي بيور فاينانس. حط لي هلا الشعر والسيادة والرز بحليب على جنب. بالضبط. أوكي؟ أنا اليوم بلد مدولر كله أنا. عم أول شيء أنا مدولر وأنا فاسد، بلدي فاسد يا خي. ما هي شروط الفساد exactly. شروط الكارنسي بوردز أو الدولار هيدي هي إنه عندك فساد، إنه خي هاي الدولة منا شغالة وأنت دوفيس مدولر. أوكي خي هل موظفين الحكومات الموظفين الحكومة وكذا وهذا هذا بكرة بيخلق لك مشكلة اجتماعية ما بتعود فيك تطلع منه. هذا هو الانفجار. بكرة بيفترض الجيش تبعك يا خي، القوى الأمنية تبعولك، هذا ما بيقدر يعيش ب40 دولار بالشهر. هلا عملت تقرير عن هذا الموضوع لتشوف قدي في ناس زاد نسبة الفساد بشكل مخيف، خاصة عند العساكر لأنه ما عنده حل كيف بده يعيش. صار يشتغل اوريدي كان يشتغل كذا شغله. اكزاكتلي الدولة شو بتسمح لك تعمل؟ أول شيء بتثبت خلص صار عندك أنت حيالله بروفيجن بك تعملها لحيالله مشروع عارف أنه العملة ثابتة واحد، وتاني شيء بيجي عليك استثمارات كتير، بيجي استثمارات بالضبط خلص لأنه بيجي استثمارات لأنه عملتك ثابتة، العملة ثابتة، أنت عم تتعامل بعملة عليها. هلا السؤال الكبير الانترنال لان هلا في شوي خطوره على الدولار، حتى في انفليشن كثير كبير انه ديفيشن، بس حتى الديفيشن اللي عملته يو ستيل فيري فاين. لا اوكي
مقارنة للخطر يلي أنت واقع فيه إنك تضلك حامل الليرة اللبناني وتضلك اقتصادك بالليرة اللبناني، يعني اليوم دولارك 27-28، إذا أنت ضليتك ماشي بهذا المسار ما عملت كوركشن لهذا المسار ما في شيء بيمنع يصير دولارك 270,000. أنت ما عم بتجيب شيء. أنت اليوم مين عنده أي ثقة اليوم عنده يجي يعمل؟ هلا عم نحكي بلشنا بالزبالة دخلك ما هيك، بكرة بدون يخلصوا عقود لم النفايات. أي سنة بيخلصوا؟ هلا في واحد منهم بيخلص هلا بأكتوبر. أوكي مدري أول سنة الجاي شيء هيك يعني. كتير قريب يعني. أوكي يعني بدك بلش تستدرج عروض هلا وتطلب من شرك يجي هني. مين منهم هول؟ يا خيي أنا مني وعلي، مش أنا بموت بهالبلد يا خيي وبعبده واللي بدك. إذا عندك شركة أنت هلا ما بتفوت؟ أكيد لا. أكيد لا، ما فيك تضمن حقك أصلاً يعني ولا مردودك. وأنت ولا عم تشتغل، وبعدين عم تشتغل بصناعة أنت ما بتصنع منها شيء هون. إذا أنت عم بتلم زبالة يا خيي ونفخت معك الدوليب، نحن بنعمل دوليب بك تشتري بالدولار هيدا. طب أنت كيف بك تشتري بالدولار وهو عم بيدفع لك بليرة لبناني كل عشرة أيام قيمتها بتنزل؟ فإذن يعني خليك متفائل، بعرف خليك متفائل. يا أخو ليك موضوع الدولة بعرف إنه فيها عندها ناشونال سنسيتيفيتي، بس أنا اليوم عم يا جماعة أنا اليوم عم بتطلع بالمجاعة فيس تو فيس. أنا عم بتطلع بالمجاعة فيس تو فيس، مش فيس تو فيس. نزلنا بالتقرير هلا خلص. أنا اليوم أنا ما بدي أزرع قمح يا خي هلا كمان عم سوريا اللي بتزرع قمح فايته بالمجاعة. طيب يعني نحن سوريا اليمن الصومال والعراق مين حطوا بعد معنا بعد دولة مهم، نحن هودي أول ناس منكلها بالworld shortage تبع مية بالمية اللي هو بيغطي بس عم نشتغل على قمح. انا على فكره انا بزرع قمح لإلي شخصيا يعني لعائلتي يعني من بس حتى في نوع معين مش كل القمح اللي عنا ما بيعمل خبز في ديبنز على قديش طريه قديش قاسي قديش كذا، مش مشكله هذه فيك بتجيبهم ما في ما في اشكال. بس اليوم جيت انا كلبنان عم بحكي كدوله، جيت قررت انا بدي اتبع سياسه اكتفاء ذاتي بزراعه القمح. في عندي مناطق بكره فوق بالهرمل وبالبقاع وبالكذا بدي روح استثمرها، طب ما بدي اشتري حصادات اكيد، طب ما بدي جيب لهم مازوت وكذا تمشيهم وشغلهم ورواية مي يا خي. يقول ما بدي مي، بدي اتكل فوق انه بعل او في نهر ابو علي خي. طيب نهر العاصي سوري. بس بدك تعمل لهم بس انه عندك شغل، عندك شغل بدك تعمله وعايز دولارات تجيبهم. انا عم تقلك انا بزرع هلا عم نحكي فيه ما في قوم البلد اقتصاديا بلا ما يتدين. There's no other formula. انا معك فينا we can support باللي عم تحكي فيه، بس the first step is الاستدانة 100%. مين بده يدينك اليوم ما عنده ثقة فيك؟ ليش المنظومة مش رح تضاين؟ لأنه ما حدا عنده ثقة بالمنظومة بقى. بدك يفهم هذا الشيء exactly. هون هيدا شو بيقولوا له الوقت الضائع المميت. هلا شغله مميته انه احنا كمان وقتنا خلص لانه مش عم نسجل على سيستم صاروا حتى الكروتي على هيدا. بس انا بعدت مطول مع ضيوفي ساعه ونص، بس دائما القعده معك بتجنن زياد. I want to promote your podcast. Thank you. No, I want you as a guest on my podcast. يلا بس I will set it up. نحن لها البودكاست تبعك اسمه ممكن ممكن ممكن. It's on my YouTube channel. Your YouTube channel. زياد ابي شيكر اسمه YouTube. So check it out. زياد انت يوروبي وانا بتعرف how much I believe in you بالشغل اللي عم تعمله. وانت you know that I love you like a brother. حبيبي انت كمان. بس انا بدي اقول لك انه في عالم مقدرة، في كتير عالم مثلي وكتير مقدرة كتير اللي عم تعمله. وبالنسبة لنا احنا كسبناك لك حتى لو ما قطعت بالانتخابات. بس انا شايفك وزير تسلم. يوما ما هلا في فراغ بس انه بالحكومات انت فيك تعمل لبلدك شغل كتير وما في حدا يزيد عليك بحبك لوطنك والشغل اللي عملته. So thank you so much حبيبي من القلب. Thank you very much. وبليز anytime بدك تحكي بشي this is the podcast لنفشفش. I have no doubt. ماشي كتير. Thank you so much thank you على الهدية. انت من الناس. وبليز check out زياد ابي شاكر والقصص اللي بيعملها لا بلده، لانه it's really really pioneering بزبالي بوضع كتير زبالي.
Thank you. انت كمان you're an added value للكالتشرال سين بلبنان. انا خلص بطاطا انا لا لا بطاطا اطلب شيء البطاطا بس بتنصح. Thank you so much man. حبيبي.